أهلا بكم، أنا لارا حبيب. إذا لديكم الرغبة بشراء العقار ولكن ما بتكون وجعة راس إدارة العقار أو ليس لديكم مبالغ كبيرة لاستثمارها، هناك خيار ثاني سنتحدث عن تفاصيله اليوم وهو الريل استيت انفستمنت تراست أو الريتس. الريتس هي صناديق استثمارية عقارية تشتري عقارات جاهزة ومؤجرة ومجبرة أن توزع الجزء الأكبر من إيراداتها للمستثمر. تصل هذه النسبة على الأقل مثلاً 90% في الولايات المتحدة. النسبة الأكبر من هذه الصناديق تكون مدرجة، يتم تداولها مثل الأسهم وبالتالي عالية السيولة، بعكس العقار الذي ممكن أن يأخذ عدة أشهر لبيعه. هناك أنواع عديدة من الريت، في ريت متخصصة بالاستثمار بمجمعات سكنية، فنادق، مستشفيات مثل ويل تاور أو مولات من أشهر سايمون بروبرتي جروب، بل في ريت تشتري مستودعات تخزين، داتا سنترز مثل إكوينكس وحتى أبراج اتصالات مثل أمريكان تاور. بآخر 25 سنة أحد مؤشرات الريت الرئيسي في الولايات المتحدة يلي هو فوتسي ناريت أول إكوتي ريتس إندكس، أداؤه كان أفضل من أداء مؤشر الـ S&P 500 ب15 من أصل 25 سنة، وأعطى بالمتوسط 11% عوائد بآخر 25 سنة. جائحة كورونا انعكست سلباً على المؤشر الذي تراجع بأكثر من 10% منذ مطلع العام وحتى منتصف أغسطس، رغم ارتفاعه بحوالي 45% عن القاع الذي وصل إليه في شهر مارس الماضي. الوضع أفضل في صناديق الريت المتخصصة بشراء داتا سنترز، حيث ارتفعت عوائدها ب 29% في نفس الفترة، كما ارتفعت عوائد الصناديق اللي استثمرت في البنى التحتية ب 14% واللي بتمتلك عقارات صناعية مثل المستودعات ب 11%. من ناحية أخرى، الخاسر الأكبر كانت الصناديق المستثمرة بالمجمعات السياحية، إذ تراجعت قيمتها ب 48%، تليها صناديق قطاع التجزئة التي خسرت 37%. نحن تحدثنا عن الريتس المدرجة في الولايات المتحدة، بس صناديق الريت موجودة في عدد من البورصات العالمية وأيضاً في البورصات العربية. هناك مثلاً 17 صندوق ريت مدرج في سوق الأسهم السعودية، كما هناك صندوق ريت مدرج في بورصة البحرين منذ العام 2017 وهو صندوق بنك الإسكان. وفي بورصة ناسداك دبي كان في حديث مؤخراً عن سحب إدراج صندوق إميريتس ريت بسبب تحقيقات تجريها السلطات حول إدارته للعقارات التي يملكها. قبل الاستثمار بالريت يجب الانتباه لعدة أمور، من ضمنها اتجاهات أسعار الفائدة، لأنه ارتفاعها ممكن أن يؤدي إلى زيادة تكاليف التمويل، وخاصة للصناديق التي تعتمد بشكل كبير على الاستدانة لشراء العقارات. كما من المهم جدا تأكد من رسوم إدارة الصندوق، جودة العقارات التي يملكها، وطبيعة المستأجر.